أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. أكلة أم النهاردة حابب إن هي يكون لها طعم ومذاق تاني خالص. الدجاجة معانا النهاردة وزنها 1.5 كيلو، فعايز أعملها بطريقة جديدة. أيا كانت بقى الوزن الفرخة، ولكن لما أجي أسحب فراخ أو أخلي فراخ لازم تكون الفرخة وزنها يتعدى 1.5 كيلو عشان نلاقي فيها لحم. هعملها النهارده دجاج مسحب بالزبده والليمون. اصل الاكله وطعم الاكله بياخد الطعم البيروتي الجميل، طعم اللبناني. معانا سجق بلد النهارده، خلونا نعمل المكرونه نجرسكو بالسجق. ازاي السجق البلدي؟ نعمله مع مكرونه نجرسكو، تاخد جبنه موزاريلا جبنه بارميزان حسب الرغبه. الاكله دي بيحبوها الاطفال على فكره وبتبقى لطيفه وجميله. معانا نوع بطاطس النهارده، بنروح بعض المطاعم الفاست فود البرجر او الفرايد تشيكن ايا كان، بنلاقي فيه نوع بطاطس بالجبنه. تعالوا نعمله النهارده لاولادنا لانه بيحبوا ياكلوه بره. اعلمك ازاي تسيحي الجبنه وتنزليها على البطاطس لما تكون مقليه، تنزل تتناغم بالحب والجمال لاطفالنا الحلوين علشان نوع الجبنه اللي انت حباها، ممكن تكون موزاريلا، ممكن تكون شيدر، ممكن تكون جبنه بارميزان حسب الرغبه. انا مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل كتير ومعلومه غير معلومه، وحلقات النهارده بسيطه وسهله ولكن القيمه الغذائيه تتعدى قمه الهرب. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. تعالوا مع بعض نشوف اذا احنا معانا دجاج مسحب بالزبده والليمون، ومعانا كمان نوع بطاطس هديه مني لاطفالنا الحلوين اللي بيحبوني وبيتواصلوا معانا، ومعانا مكرونه نجرسكو. خلينا نبدا باول حاجه يا استاذ رحاب، ازاي نعمل الدجاجه المسحبه او الفرخ المسحبه، ده المسمى بتاعها. نعملها بالزبده والليمون، نعملها شاورما، نعملها شيش طاووق حسب الرغبه، ولكن انا هعملها النهارده بطريقه جديده، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. معانا فرخه وزنها 1.5 كيلو، يعني 1.5 كيلو تقريبا. معانا زبده ومعانا ليمون ومعانا كمان زبادي في المقادير، وما ننساش البهارات بتاعتنا، ملح وفلفل وشويه ثوم لطاف زي الفل. هي دي المقادير. تعالوا نشوف اول حاجه، نشوف المقادير. يلا يا شباب، ايه رايكم، اشيل الفرخه ولا اخليها؟ اهي حاضر والله زي الفل. دجاجة وزنها 1.5 كيلو، المقادير صورها بالتليفون على السريع عشان نكسب وقتنا. معانا فرخة وزنها 1.5 كيلو، زبدة، ليمون، زبادي، ثوم في المقادير، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشوية زعتر. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. الفرخة معايا زي الفل متكتفة متربية على الغالي. طبعا عشان تعملي فراخ مسحبة يفضل انك تغسلي الفرخه جيدا قبل ما تسحبيها، عشان ما ينفعش بعد ما نسحب الفراخ يا عم الشيف نحط عليها ميه. انا ضد الموضوع ده. سحبت فراخ، قطعت فراخ، ما ينفعش تغسليها نهائيا، خلي بالك هتبقى زفره ومش تبقى لطيفه. انا شايفها من الدم كده عشان ما تنزليش دم وانا بسحبها تقوم تعور السكينه ايدي. الحاجات دي مطلوبه، او انك تحطها في الثلاجه زي اخواننا الجزارين كده لما يجيبوا يذبحوا الخروف او الدبيحه تتحط في الثلاجه تتشمع يوم يقطع منها زي ما هو عايز. نفس الموضوع مع الفرخه، لازم تكون ناشفه بين ايديكي كده علشان ممكن الميه بتاعتها او بواقي الدم ايا كان ممكن تبوظ لك ايدك والسكينه تعورك. شفت التوضيب ده؟ ده اهم حاجه. بقت الفراخ الفرخه معايا كده زي الفل. اسحبها ازاي يا عم شفيق؟ اول حاجه بحط الفرخه كده انيمها على الجنب اليمين واضرب السكينه كده في الجناح بتاعنا ده كده، اللهم صل على النبي. وابدا ان انا اشيل اللحم من العظم زي الشعره من العجينه. السكينه ماشيه لوحدها. سكينتك تكون حاميه وطرف السكينه. شفت ازاي السكينه؟ ويطلع معايا الصدر كده ملحم وزي الفل. اهم حاجه اوعي تعوري ايدك. خلصت من الجنب ده كده، اخش على الجنب التاني. بالشكل ده كده اخش على الجنب التاني، امسك الفرخه كده اقلبها كده. حلو الكلام. واجي هنا. اجي بقى عن المره دي من على الورك كده واخد السكينه كده. العكس، ونجي هنا كده بالراحه خالص. هو ده. تسحيب الفرخه علشان حبايبي واخواتي
اللي حابين يسحبوا فرخه ويعملوها شاورما، لان بصراحه يعني واقول الصراحه الشاورما مش شاورما الا لما تكون فرخه سليمه. نجيب صدور فراخ ونعملها شاورما بتبقى ناشفه ما فيهاش طعم الشاورما، عشان كده اخواننا بتوع الشاورما تلاقيهم شاكين الفرخه سليمه في السيخ. ما تلاقيش واحد بتاع شاورما شاكك لك الصدور وبس خالص، مفيش الكلام ده. والفرخه بتتشك بالجلد بتاعها وكل حاجه، لان الجلد فيه دهون، والدهون دي لما بتتعرض لدرجه الحراره بتسيح لك الايه؟ الدهون بتاعتها. معانا العظم بتاع الفراخ ده ما يترميش، ده بتخليه على جنب كده اهو، بينفعنا في اخر الشهر. المصروف معانا الدنيا مش ظابطه، بنعمل ايه؟ بناخد العظم ده نطلعه يتسلق، نعمل شويه شوربه حلوين، نعمل شويه لسان عصفور لاولادنا، بناخد منه البروتين يتغلي على النار مع بوكيه جرنيه، ناخد منه الفليفر والطعم، نعمل شويه لسان عصفور، صينيه بطاطس حلوه، شويه ملوخيه بطعم الفراخ تبقى لطيفه وجميله. المطاعم الكبيره والفنادق الكبيره العالميه بتاخد الدوبري ده، وكل ده عظم الفراخ وعظم اللحمه والخضار بيتحط في الاستيم ويتغلى على النار لمده 5 ساعات. في الاخر بيبقى عندهم الديميجلاس والباربيكيو صوص. شفتي؟ فرخه كده اهوت زي الفل اهو وانا شغال اهو. بالشكل ده كده اهو. لسه فاكر ده هي الفرخه خلصت. جبنا الحاجه دي كلها اهو العظمه ما فيهاش اي حاجه خالص زي الفل. الفرخه عندي زي الفل. الله ما شاء الله، برضو مش ماليه عيني. الجناح بتاعها انا عايزه بصراحه، فاقوم اجي كده هنا اهو افتحه كده علشان لما ياخد التتبيله، واجع الصدر ده كده افتحه كده بالشكل ده، اكبره شويه، واجع الصدر ده كمان نفس القصه اكبره شويه حلو، وجع الورك ده كده برضو افصصه كده فصوص عامل زي فصوص اللوز، ونفس القصه هنا كده. اصبحت الفرخه قدامي ما شاء الله ديك رومي بالشكل ده كده زي ما هي كده. بجهز الصينيه اللي ادخلها الفرن. حلوه قوي، معانا صينيه لطيفه جميله. بسم الله الرحمن الرحيم، واخد الفرخه كده بحط في ارضيه الصينيه شويه ملح خشن بالشكل ده كده، بحط على الملح الخشن ده يا عم الشيف شويه زيت زيتون، اللهم صل على النبي، زيت زيتون مع الملح الخشن ده كده حلو قوي. تسلم ايدك يا عم الشيف. واخد الفرخه دي كده احطها في الصينيه دي كده. الله، لا الفرخه دي كده هنا بقى ايه زي ما حضراتكم شايفين كده ادلعها بقى. باخد معايا في كسرولة تانية التتبيله بتاعتها عباره عن زبادي، ده زبادي اهو، 1 كوب من الزبادي، علبه زبادي يعني من عند الراجل بتاع السوبر ماركت. بحط البهارات بتاعتنا، خلي بالك اتحط ملح في الارضيه، حط شويه ملح صغيرين كده، ده فلفل، شويه ملح صغيرين على الزبادي، شويه بابريكا صغيرين على الزبادي حلو، شويه بهار حلو كده على الزبادي. ايه هو البهار الحلو ده يا مغازي؟ الكوبيبا الصيني، ده عنوان المطبخ البيروتي اللبناني. شويه زعتر محترمين، شويه توم طازه مش توم باودر، تكون كميه حلوه كده محترمه. حلو قوي، نقلب دول كلهم مع بعض بايدي كده. تاني حطيت ايه يا شيف؟ زبادي، توم، بابريكا، زبادي، توم، بابريكا، زعتر، بهار حلو بالشكل ده كده اهو. واخد الخلطه دي كده واجع الفراخ كده بالشكل ده كده. الله، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ حاجه جديده اهو. شفت الجو ده كده اهو. الفرن هنا درجه حرارته كام يا عم الشيف؟ 180 درجه حراره الفرن عندي 180 اهو. التوزيعة دي مهمة جدا فرخة كده انا ايه حطيت عليها كل التتبيلة. معانا مين يا فندم؟
حلو قوي. هعمل ايه؟ حاجه لطيفه كده معانا الزبده. اللهم صل على النبي. اهم حاجه ان الفرن تكون درجه حرارته عاليه جدا، دي ما ينفعش تحط في فرن بارد. يا نعم المخرج بيسال الجميل، ينفع نشويها على الفحم؟ لا. ينفع نشويها على عين البوتاجاز؟ لا. ينفع نشويها على الجريلا؟ لا. كل ده وانا معاكم واحده واحده. الزبده، عايز طعم الزبده حلو كده زي ما هي كده يا عم الشيف، بدخلها الفرن. الله الله، يعني مش كل يوم بقى نعمل صينيه فراخ بالبطاطس. النهارده الجو جديد، ايه رايكم؟ دلعها كده، عشان انا بحب الفلفل والحاجات الحلوه اللي بتبقى جنب الفرخه بصراحه، يعني تدي لها شخصيه كده. هنخسر حاجه؟ شويه الفلفله الحلوين دول. ايه رايك فيهم دول يا غالي؟ زي ما هي كده في درجه حراره 180. مكانها فين هنا بقى؟ هو ده الكلام. ايه الصوره الحلوه دي؟ ايه الصوره والجمال ده؟ زي ما هي كده يا عم الشيف في درجه حراره 180. فرخه جبناها سحبناها، شلنا العظم منها زي شعره من العجين، تبلناها بايه يا شيف؟ بتوم وزبادي بهار حلو، ملح وفلفل وزعتر، حطينا الخلطه الجميله الحلوه دي كلها على وش الفرخه من فوق مش من على الجلده تحت، حطينا شويه ملح خشن علشان الجلده بتاعت الفراخ عشان الزفاره، وحطينا زيت زيتون. هندخلها الفرن بالشكل ده كده في المكان ده. زي الفل. يلا نبص عليها بصه الوداع ونظره الوداع. زي الفل. تمام، خلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير. ولكن قبل الفاصل، الحاجات دي ما تترميش، بتجيبي كيس نايلون بتاع تلاجة وتحط الحاجات دي في قلب الكيس وتربط الكيس وتخليه في التلاجة. يوم في الاسبوع كده بتطلعي كل العظم ده وتحطيه في حلة كبيرة، اكبر حلة عندك، معاها بصل وقشر البصل وبطاطس وطماطم وتوم، كل ده يغلى على النار، بيبقى عندك كنز جوه مطبخك تستخدميه في استخدامات كتيرة قوي. خلينا نطلع فاصل صغير، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا بوش. معانا سجق بلدي، مكرونه سباكيتي، انواع جبن انت حباها، ممكن تكون موزاريلا، ممكن تكون شيدر، ممكن تكون بارميزان حسب الرغبه. تعالوا شوفوا ما نعمل مع بعض ازاي النجريسكو. دايما يقولك في المطاعم النجريسكو يعني نجريسكو بالدجاج. طب ينفع نعملها بالسجق؟ نجرب مع بعض. ينفع نعملها بالجمبري؟ نجرب مع بعض. لا ما ينفعش باللحمه المفرومه، تبقى مكرونه بشاميل. النجريسكو يا اما بالجمبري يا اما بالدجاج التشيكن، يعني تشيكن نجريسكو ده المسمى الخواجاتي بتاعها. يا اما انا هعملها النهارده بالسجق كده هديه مني للاطفال الحلوين. سجق بلدي وسباكيتي معانا وانواع من الجبن وزعتر وبشاميل. المقادير على الشاشه والصوره الحلوه مع فرسان التلفزيون المصري تتحدث عن نفسها. وجيبوا لي شويه زبده يا شباب، حلو قوي. تعالوا شوف بنعملها مع بعض ازاي. مدرسه سلق المكرونه بتقول ايه؟ ميه مغليه على النار يحتويها زيت زيتون مع قليل من الملح. حلو قوي. ماء مغلي، زيت زيتون وشويه ملح. بتلاقي على طول اول ما بتحط الملح على الميه تلاقي الميه زادت في الايه؟ في الغليان. سبحان الله. هناخد المكرونه السباكيتي بتاعتنا دي كده، وخلي بالك ان جريسكو ما ينفعش ان انا اكسر المكرونه خالص فيها بالشكل ده، تنزل في قلب الايه؟ الميه. زي الفل. ونسيب المكرونه تتسلق. البشاميل بتاعنا اخباره ايه؟ طبعا انا عملت البشاميل بصراحه يعني لان انتوا شطار فيه، ولكن بتسالوني دايما على السوشيال ميديا البشاميل اللي بيبقى خفيف وتقيل. لو انا عامل بشاميل لنجريسكو يفضل ان هو يكون خفيف مش تقيل، لان المكرونه هتكمل سواها في قلب صلصه البشاميل دي. خلي بالك المكرونه معانا اهي تتسلق، كل ما طبعا تغلى تلاقي المكرونه اختفت في قلب الحله مش هتبان. اخبار البشاميل ايه؟ زي الفل كده. ونحط عليه شويه جبنه يبقى طعمه لطيف وجميل اهو.
على البشاميل بتاع النجرسكو بنحط جبنه، ممكن تكون جبنه رومي جبنه بارميزان حسب الرغبه. معايا طاسه شديده الحراره على النار، باخد طبعا الطاسه دي وبعمل شويه سجق حلوين كده اللي هي الخلطه بتاعه النجرسكو. ممكن زي ما قلت لحضراتكم ممكن تكون فراخ، ممكن تكون جمبري، ممكن تكون سجق بلدي زي ما انت عايزه. نار، يلا تمام زي الفل. تعال نعمل السجق. معلقتين من الزيت، خلي بالك السجق فيه توابل فدايما ما تحطيش توابل كتيره في السجق. هاخد فص توم حلو كده، شفت انا بحط التوم ازاي؟ شاوت مطبخ بالعود الروزماري، ومعانا سجق بلدي. الله ايه الحلاوه دي؟ جزار ده صاحبي، العب. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو ده. نقطعه مع بعض سكينه حاميه زي الفل. مهم جدا السجق لازم لما تقطعيه مكعبات لازم تقطعيه بسكينه حاميه. العود الروزماري لما نزل مع التوم، من انا مش شامم ريحه التوم خالص، شامم ريحه الايه؟ الروزماري في التحميره. خلي بالك تقطيع السجق كده عشان تبان شخصيته في قلب المكرونه. شفت الجو ده كده؟ اخده زي ما هو كده. اللهم صل على النبي. هو ده هو ده زي الفل. ونصيحه مني عشان تدعيلي، ما تقلبوش كتير، خليه على النار كده زي ما هو، عشان لو قلبتيه كتير هيتهري منك. سيبيه زي ما هو كده. ده السجق علشان تبدا البخار والنار تديك الشكل اللي انت حباه. يلا ونسيبه شويه على النار. معانا فلفل، نخدم شويه على السجق بقى. السجق دايما عامل زي الكبده، حط له شويه فلفل حلوين. انت حابه الموضوع ده اهلا وسهلا. معانا طماطمايه حلوه زي دي كده برضو مع السجق اللطيفه بالشكل ده كده. تمام، معانا فلفل رومي لطيف، ناخده بنفس الطريقه. اللهم صل على النبي بالشكل ده كده برضو. انا بحب الخضار دايما مع الباستا، يعني سواء بعمل مكرونه بشاميل سواء بعمل نجرسكو وهكذا. حلو حلو حلو. تمام، بصلايه حلوه زي الفل. اللهم صل على النبي. ناخد الخضار ده زي ما هو كده بعد التحميره الحلوه للسجق، نشوف الاخبار ايه ونبص عليه بعد ما غطيناه. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي؟ بص بص على الحلاوه. هو ده السجق. برضه مش هقلبه، خلي بالك. هاخد الخضار ده كده، اللهم صل على النبي، وانزل بيها على وش السجق بتاعي. وزي ما هو يا عم الشيف، مش هنغطيه، قصدي مش هنقلبه، انا اسف، زي ما هو كده. مش عايز اقلبه دلوقتي خالص. اخبار المكرونه ايه؟ اخبارك يا مكرونه؟ هو ده. دي المكرونه بتاعتنا اللي هنعملها نجرسكو. كانت من شويه لها صوت في الميه. واحده واحده زي ما هي كده يا عم الشيف. زي ما هي. ركزي معايا بقى. هناخد المكرونه كده تقريبا دلوقتي نص سوا زي ما هي، بسقطها على البشاميل بتاعنا. في بشاميل هنا خفيف. احطها في البشاميل الخفيف. دي مدرسه المغازي، لازم المكرونه تكمل سواها مع الصلصه بتاعتها عشان تاخد الجنسيه بتاعتها. الواحد لما بيسافر بره ويقعد مثلا في بلد المانيا مثلا ويحكي الماني بيديله الجنسيه. المكرونه حطيناها في الوايت صوص بتاخد طعم الوايت صوص، حطيناها في البيستو صوص بتاخد طعم البيستو صوص، حطيناها في الريد صوص
بتاخد طعم الريد صوص، حطيناها في البينك صوص بتاخد طعم البينك صوص، حطيناها في الوايت صوص بتاخد طعم الوايت صوص. زي ما هي كده شغالين؟ تمام. تاخد شويه ميه حلوين من دول كده، ابا يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، ونسيبها على النار ونشيل المضرب ده من هنا. خلي بالك انا حاطط جبنه. الله على المكرونه. نجرسكو نجرسكو على طريقه المغازي. حلو قوي اهو. اروح بقى فين؟ قول لي ولا تخبيش يا زاي. الوايت صوص واخد كريمه لباني، واخد حليب، واخد زبده، معلقتين دي، ثلاث معالق دي، دابوا في الزبده. بعد ما دوبناه في الزبده نزلنا بالحليب لغايه لما بقى في قوام عندي، قوام خفيف. ليه يا شيف؟ لان المكرونه بتستوي هنا في الوايت صوص، فنحطه في الاعتبار. ده لازم دلوقتي ايه؟ هتتقل. هو ده، ما انا عايزها تمسك في بعضيها النجرسكو. ما انا معايا هنا بقى، هو ده الكلام. انا عايز حد ينكشني. هو ده، ما ده الصوص، ده السائل. هو ده. الله عليك يا شفيق، من بدري قول لي كده. هناخد دي كده. انا بقى عايز حد ينكشني عشان اجاوب، عشان اتكلم في الموضوع، لان في تفاصيل كتير في الاكله بتوديك لنجاح الاكله وابداع الاكله. خلي بالك. شيل كل حاجه من هنا بقى. خلص المكرونة زي ما هي كده. ده أنا أول مرة أكل المكرونة بطعم السجق نجرسكو. لسه شفت حاجة؟ الصينية جاهزة عندي. شفتوني قلبت السجق؟ الشاهد على الكلام ده الأساتذة المصورين حبايبي، فرسان التلفزيون المصري. حطيت طاسة على النار، بعود روزماري، حطيت فص توم، وقطعت السجق بشكل حلو كده وحطيته وما قلبتوش. نزلت بالخضار زي ما هو مكانه. شفت بقى الانتاج ايه؟ شفت النتيجه ايه؟ زي ما هي بعمل كده. هو ده، ده اللي انا عايزه. الله. تلاقي السجق بشخصيته. تخيل بقى انتك فرحانه انك مقطعه السجق، تقعد تقلبي فيه بقى لحمه مفرومه في قلب الطاسه، وبقى ايه؟ معصج، اللي هو اللحم المفروم المستوي يعني. كتر التقليب فيه. الصوص ده انا عايزه، خلي بالك. هناخد المكرونه الحلوه الجميله اهي. لسه ما خلصتش. خلي دول عايزه. حلو قوي. واخد السجق بتاعنا ده كده زي ما هو. بالميه بتاعته. هي المكرونه هنا مش مستويه، خلي بالك. انا مش عايزك تتخض يعني، تقول الشيف ايه ده؟ المكرونه نيه والبشاميل خفيف. انا عايزك لازم تعرف في تفاصيل هنا كتيره قوي. ليه بقى؟ انا عايز المكرونه تكمل سواها. اقلب كل ده مع بعضه. الله على الطبق ده. هتدعيلي. معانا جبنه. نجرسكو دايما بياخد جبنه في التقليبه. طبق غني، فيه عناصر غذائيه كتيره قوي. في جبنه يعني بروتين، في السجق ابو البروتين كله، في مكرونه نشويات وكربوهيدرات، في خضره لطيفه وجميله فيتامين سي. كل ده مع بعض. شفت الجبنه سايحه ازاي؟ دي هتخش الفرن دلوقتي، وناخد بقيه المكرونه اللي موجوده عندي زي ما هي كده. الطبق ده بقى متعه. لما المكرونه بقى تكمل سواها كده في قلب الخليط ده كده. الف انا وشيفا للي ياكل منها. عرفت ان جريسكو بيتعمل ازاي؟ التفاصيل بتاعته عينيا. ده اعمل لك حاجه حلوه يا ويلي. شفت انت الجو ده كده؟ شفت انت الجو ده كده؟ بيطلع لك حبات السجق من تحت. انا بطلعها بس لو انا بعملها في البيت، مش هعمل الحاجات دي. انا بعملها عشان المخرج بيحب كده. خلي بالك، كنت عايزك تشوف ايه فيها. انما لو انا بعملها في البيت، انا هحط المكرونه بس انا عارف ايه الموضوع جوه. التفاصيل قاعد باكل، عارف ايه الموضوع جوه. خلي بالك. امسحها كده من الاطراف. الله الله على طبق المكرونه ده كده. لما تعمليه بنفس الطريقه، هنحط على وشه دلوقتي جبنه وندخلها الفرن. نعم. برضو مستني السؤال ده من بدري. مخرجنا بيسال بيقول ايه الفرق بقى بين المكرونه البشاميل والطبق المكرونه اللي انت عامله ده؟ ها
هو ده الكلام السؤال اللطيف. مكرونة البشاميل بتتعمل بمكرونة بينا اللي هي المكرونة القلم، والبشاميل هنا بيكون معانا برضو خفيف نفس المدرسة، وبيكون معانا لحم متعصج اللي هو اللحم المفروم احنا عارفين طبعا، بياخد طماطم، بياخد معجون طماطم، بياخد معلقة سكر عشان الحموضة، كل ده احنا عارفينه. وفي الآخر بنحط رقة من المكرونة مخروطة بالبشاميل، ورقة من اللحمة المفرومة، وفي الآخر بنحط رقة من المكرونة مخروطة بالبشاميل وندخلها الفرن، وفي الآخر مما نحط جبنة أو ما نحطش، ولكن تركية المغاز دايما تقولك حط شوية بشاميل مع بيضة وقلبيهم مع بعض وحطهم على وش المكرونة علشان ما تجلدش وتبقى ناشفة. أخبار الفرخ إيه؟ نبص عليها كده، تصلي على الحبيب قلبك يطيب، هتشوف حاجة حلوة دلوقتي، هتشوف حاجة حلوة وتدعي لي. حاضر أهو حاضر أهو، لا أنا عايزك تشوف الفراخ دي، أنا هوسع كل حاجة من هنا. لا 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 أهو حاضر حاضر، قول لي ولا تخبيش يا زين، إيش تقول العين للعين، هو ده يا ولي. طب انا عايز اطلع الفراخ اهو حاضر اهو، بسمع كلام المخرج. هو النجاح يجي منين؟ لما نسمع الكلام القائد. شوف الفرخه الحلوه دي كده، شوف الفرخه دي كده، ايه رايك في الفرخه الجميله دي؟ ده انا هعمل تركيه دلوقتي ما يعملهاش، عايز اقول لك مين يعني، ما اختاروا حد في الدنيا دي كلها مبدع كده بجد والله العظيم، ولا يخطر على بالك انك تعمليها. لو حد قال لي دلوقتي هتعمل ايه يا مغازي، والله العظيم لا اطبخ له في البيت، واقسم بالله اللي هيقول لي دلوقتي الشيف المغازي هيعمل ايه، انا انت عشان تمسك لي في ايدي. العب يا سامك، هو ده هو ده، مش كله، حته منه. يا ويلي يا ويلي، اللهم صل على النبي. تاخد شويه كده بهريز، البهريز البهريز ده يغذي المكرونه، ما المكرونه مش مستويه يا حاجه، خلي بالك مش عايزك تتخض. المكرونه هنا تقريبا نص سوى. الشغل ده مش هتلاقيه خالص، خلي بالي غير لما تعمل اللي انا بعمله ده. شويه بهريز تاني. بهريز ده بقى واخد بقى ايه طعم الفراخ والزبده والزبادي والبهارات، ما اقولكيش. حطها دي تاني هنا، باخد المكرونه الحلوه بتاعتنا دي كده. هو ده المطبخ، انك انت تبقى واقفه فاهمه في المطبخ انت بتعملي ايه. ناخد دي زي ما هي كده، مخرجنا الجميل هو ده، مكانها فين؟ هنا. الله، في أرضية الفرن، لان المكرونه لازم تغلى هنا. بص على المكرونه، بص حلوه حلوه. وحاضر الفراخ ادخلها تاني الفرن، معلش بس عايز اعمل تركايه كده قبل ما ادخل الفراخ، معلش بعد اذنك. باخد من الصلصه دي كده واحط على لحم الفراخ كده وادخلها تاني عشان هي لسه ما استوتش. من البهريز ده كده. واغرق الفرخه من فوق كده اهو، وادخلها الفرن تاني. تاني. الحركه دي لازم تعمليها في نص تسويه الفراخ او في مرحله تسويه الفراخ. مره واحده بس زي ما هي كده يا عم الشيف، وسخنه خلي بالك ايدك ايدك. وندخلها الفرن، اللهم صل على النبي. واطلع فاصل من هنا وانا واقف في المكان الحلو ده كده جنب حاجتي، مكرونه نجرسكو بالسجق مدرسه المغازي، الرؤيه والفن والابداع، ومعانا دجاج مسحب بالزبده والليمون. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع تقطيع البطاطس. المخرج دايما يقول لي هتعمل ايه بعد الفاصل؟ الراجل لازم يظبط شغله. خلي بالك الصوره تطلع حلوه مع تظبيط الشغل. انا عامل دلوقتي بطاطس بناكلها بره، بناخد ولادنا، يقول لك عايزه تزودي جبنه، ندفع 50 60 جنيه لخمس ست حبات بطاطس يا باشا، يعني احنا جمعناهم هنلاقيهم بطاطسايه متقطعه وعليها شويه جبنه سايحه. طعمها حلو ما نكرش، وربنا يبارك، حلو قوي. طب تعالوا مع بعض نعملها على طريقه المغازي دلوقتي، وبطاطس بلدي، بطاطس تانيه مجمده قاعده في الفريزر بقالها شهور.
لها تاريخ صلاحية. دي بطاطس جبتيها من عند الراجل بتاع الخضار قطعتيها. معانا جبنة شيدر حسب الرغبة. موجودة معانا. معانا معلقة دقيق ومعانا حليب وزبدة. تعالوا شوفوا نعمل مع بعض ازاي البطاطس المقلية بالجبنة. تعمليها لولادك هيسيبوا اللي بره وياكلوا اللي تعمليها بايدك، خلي بالك والله العظيم ده هيحصل. لانه هيلاقي لحم في البطاطس. اما البطاطس التانية ما بتلاقيش لحم، بتلاقي كده بطاطس عاملة زي عيدان الكبريت ومقرمشة. طعمها حلو، طعمها حلو، بس فيها قيمة غذائية؟ لا. هناخد البطاطس دي زي ما هي كده، وعندنا زيت شديد الحرارة. لا أنا مطمئن دلوقتي، عندي فراخ في الفرن، وعندي مكرونة، فأنا كده مخلص يعني. ناخد البطاطس دي زي ما هي كده، نوسع الدنيا، الزيت شديد الحرارة، ونحمر البطاطس دي يا عم الشيف. اللهم صل على النبي. اوعى. انا مش عايزك تعملي زي في المطبخ كده، خلي بالك. هو ده، هو ده، خلص الكلام. النظافه يا مغازي. حاضر، طلع لك الفراخ دلوقتي واغرفها. بس خلونا الاول نشوف ازاي هنعمل صوص الجبنه اللي الاولاد بيحبوها دايما ويحبوا ياكلوها بره. شوف هنعملها مع بعض ازاي. وانا واقف بطريقه بسيطه وسهله. حليب. تمام زي الفل. وعلى الحليب ده يا شيف مغازي معلقة دقيق صغيرة. بطاطس بتتحمر، سيبها تاخد راحتها خالص. كمان شوية وادوب شوية الدقيق في الحليب كده. حلو تمام. عندك بشاميل فايض من اللي كان موجود معانا من شويه، خدي منه شويه بس زوديه حليب، لازم يكون خفيف بالشكل ده كده. اتاكد ان الدقيق ده في الايه، في الحليب. حلو قوي. معايا من الزبده مكعب. عينيه اهو. حاضر. حبه جبنه ايه بقى؟ شيدر اهلا وسهلا. بارميزان اهلا وسهلا. موزاريلا اهلا وسهلا. والنظافه. ناخد بعضينا وناخد الجبنه اللي احنا حابينها. اي جبنه انت حابها. تسيح الجبنه، نقلبها من وقت للتاني. يوجد في بعض المحلات الخاصة بالمواد الغذائية اللي تشيز باودر، كيفية الصنع بتاعته لا أدري، مصدرها لا أدري، مكوناتها لا أدري، طعمها حلو. عايزة تجيبيها أهلا وسهلا. شفت أنا بتكلم إزاي؟ واقعية. تاني، بيوجد الباودر في الأصفر وفي منه الأبيض زي ما أنت عايزة، بس انا دايما احب الحاجه اعملها كده قدام عينيا. باودر ده ما اعرفش مكوناته ايه، زي اللي بتستخدم التوم الباودر والبصل باودر في كل اكلها، خلي بالك. عايزه الجبنه لونها اصفر شويه زياده، هقول لك حاجه بسيطه خالص في ايدك والله العظيم. عايزه لونها احمر في ايدك اهو، حطيت سنه كركم. هو ده، خلصت بقى. بس خلاص مش بتاكلها كده بنفس اللون. خلاص ادوبها واسيبها. مش هحط ملح ولا اي حاجه خالص، ممكن احط شويه فلفل كده حلوين. نيجي نطلع الفراخ مع بعض بقى ونوسع الدنيا، عشان في مدرسه جديده للغرف دلوقتي. تشيل كل حاجه، كل حاجه. البطاطس بتستوي على النار، ومعايا روزماري بخليه هنا برزنتيشن.
واشيل اللي ملوش لازمه. يعني حلو قوي. عايز اطلع الفراخ اغرفها في طبق حلو زي ده كده. لا دي انساها يا غالي حبيب قلبي حبيب والديك. اطلع الفراخ الحلوه دي دلوقتي عشان حضراتكم عايزين تشوفوا الانتاج. طبيعي لما بنشتغل ونتعب يبقى فيه انتاج، وشغل من غير انتاج هزار. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الجمال ده؟ دلعني بقى. طلع المكرونه فوق، اللهم صل على النبي. هو ده الفراخ، نغرفها مع بعض في الطبق ده كده جانبي. خلي بالك عايز اقول لك على حاجه حلوه قوي. ايه هي بقى الفراخ دي؟ لما تعمليها بتحب الخبز الصاج اللي هو الخبز السوري او خبز الشراج بيسموه يعني. لا الفرخه سايبه، لا مستويه وسايبه، خلي بالك. زي ما هي كده. دي عايزه تحت منها خبز مقرمش او خبز الصاج زي ما انت عايز. شفت الجو ده كده؟ سقسقها. الله عليك الله عليك. سقسقهالك. وفرخه دي تشمر القميص بتاعك، تبقى لك كم القميص كده وانت قاعد على السفره، وتنزل بيها كانك بتاكل مانجا فص، وتفصصها كده ما فيهاش عظم ولا فيها حاجه. خلي بالك زي الفل. حاضر حاضر يا غالي. فرخه مشويه المفروض يعني، بصراحه انا بتكلم الصراحه، وانتوا عارفين الشيف واضح وصريح، يكون تحتها عيش صاج، بس لقينا الراجل قافل الصبح واحنا جايين بدري. والله قافل ليه يا عم الحاج؟ قال لك بيفتح الساعه ايه؟ 12 مش عارف واحده الامانه يعني. دي عايزه فراخ بتاع ده عيش صاج اللي هو خبز الصاج، بيسموه في الاردن خبز الشراك او خبز المرجوج. وانا خلصت والله. ها بص اسقسقها، مش عايزنا اسقسقها؟ شفت كده؟ ممكن تعملي حاجه حلوه بس خليها في سرك دي، تبقى انت بس اللي بتعمليها. تاخدوا الصوص ده كله معلقة نشا صغيره على النار، تعملي الصوص له قوام حلو كده يبقى لطيف وجميل. اختياري لو انت حابه، مش حابه ده انت حره يعني. نشا والصلصه الحلوه دي كده تعمليها تبقى لطيفه وجميله. ده نعناع عشان الفراخ فيها توم كتير قوي، حاطط توم كتير. عينيا. حاضر الله اعمل لك اللي انت عايزه، انت عارف انا بحبك. انت عارفين المخرج بيقول لي في وداني؟ بيقول لي لو جبت بلانش خشب حلوه حطيت الفراخ دي عليها تبقى الصوره حلوه. واحنا كلنا بنشتغل وبنجتهد عشان الصوره في الاخر تطلع حلوه. حبيب والديك. المكرونه اطلعها؟ حاضر اهي حطها هنا. حاضر والله العظيم اهوت. البطاطس دي خلصانه، انا بس بضيع وقت، لان اطلعها من الزيت احط عليها صوص الجبن خلص الكلام. والمكرونه جاهزه في ايدي اهي، اتفرج عليها برضه. لا ما اقولكش اهي مكانها حلو كده. حبيب والديك حبيبي. لا انا بكلم حد تاني هنا حبيبي. بلغيه.
البطاطس اخبارها. لا بص على البطاطس بقى، شوف جمال البطاطس، ما قلبتهاش ولا جيت جنبها، ثقه. اه خلصت، وعنده صوص الجبنه جاهز. اه يا ويلي يا ويلي يا ويلي. اه اه هو ده هو ده. ونغرف البطاطس الحلوه دي كده عشان تدعوا لي بعد كده. اه في الطبق الحلو ده كده، اللهم صل على النبي. اه بطاطس مقليه. اه سامع الصوت ده؟ لا صوت بيعذبني. صوص الجبنه بتاعنا. اه تعالى هنا بقى كده، يلا يلا معايا معايا. صلي على الحبيب صلي على الحبيب. هو ده بطاطس مقليه بصوص الجبنه. الشيف المغازي عملها في اقل من دقيقه. اه اه الله الله الريحه الحلوه. اه 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 ليه اكلها بره؟ ليه اكلها بره؟ اه غرقانه جبنه. ايه نوع الجبنه؟ حسب الرغبه. حلوه قوي، طبق لطيف وجميل. شويه بقدونس حلوان كده هنا الشكل، شويه بقدونس كمان هنا حلوه. هو ده حلقتنا النهارده، فيها تفاصيل كتير، فيها خبره طهويه، فيها شاوت مطبخ. شاوت مطبخ شفنا البهريز اللي نزل من الفراخ وانا بعمل الدجاج المسحب، شارك معه طبق مكرونه جامد جدا بسميه الهرم الغذائي بمكوناته. عملنا بطاطس لطيفه وجميله مقليه بصوص الجبنه الشيدر اللي الاولاد بيحبوها، خدنا نفس اللون ونفس الطعم، ولكن قدرنا ان احنا نقول احنا بناكل ايه عكس ما بناكلها بره طبعا. والفراخ المسحبه طبعا، الدجاج المسحب الجميل الحلو ده، دي مانجا فص على فكره، فيهاش حاجه خالص. الف انا وشيف رايا فن ابداع، بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.